وأخيرا عملوه، وأخيرا عملوه. السلام عليكم يا شباب، كيف صحتكم؟ معكم دوجن. شفتوني كنت عم ببكي من شوي، واخيرا عملوا الجهاز اللي انا حلم حياتي يكون في عندي جهاز بهالحجم بهالضخامه، لانه مثل ما كنتم شايفين ايدي كثير ضخمين، فبدي هيك جهاز بحياتي. خلينا نبلش بالانبوكسينج. جهاز لينوفو فاب بلس 6.8 انش. هلا بنحكي مواصفات، خلينا نبلش بالانبوكسينج على السريع. هيدا هو الجهاز، ما شاء الله تبارك الله. طبعا بيجي هون معه تعيد السيم كارد واكيد كتالوجات، شريط نقل الداتا والتشريج بنفس الوقت، التشارجر. طبعا مثل ما كنتم شايفين هذا هو الجهاز. خلينا نشيل اللزقه هاي مشان ما تزعجنا خلال التصوير. مثل ما كنتم شايفين جهاز ضخم شعار لينوفو. خلينا نبلش بالشكل الخارجي ونفوت بعدين بالتفاصيل الجهاز. طبعا من جهه فوق عنا الجاك تبع الايرفون، بنيجي من جهه اليمين عنا الروكر فوليوم لفوق لتحت، زر الاون والاوف. بنيجي من تحت ما في شيء. بنيجي للجهه السفلى تعيت الجهاز، عنا تعيت نقل الداتا والتشريج، المايكروفون، وطبعا براغي هدول منظر. وبنيجي من جهه الجهه اليسار بنلاقي المخرج تبع السيم كارد، وبنيجي من جهه ورا منلاقي هون في عنا السبيكر تبع الجهاز بيجي من ورا مع الكاميرا 13 ميجا بكسل بدول LED. طبعا شعار لينوفو. هذا الجهاز بيجي دول سيم كارد، نانو سيم ومايكرو سيم بياخد. شاشته بتيجي IPS كاباسيتيف تاتش سكرين 16 مليون لون. بيجي 6.8 انش فول اتش دي. البكسل بير انش تاعه 324 which is مقبولة، مع انه حجم الشاشة كبيرة لازم يكون اكتر. بيجي طبعا من الشركة اندرويد لولي بوب 5.0. البروسيسور تاعه هو كوالكوم سناب دراجون 615. بيجي كواد كور 1.5 جيجا هرتز و 1.0 جيجا هرتز. طبعا الجي بي يو تاعه هو ادرينو 450. هيدا بيجي 2 جيجا رام الانترنال ميموري تاعه. السعة هي هو 32 جيجا. ما بعرف اذا في فيرجن تاني بيجي اكبر او اصغر، مبدئيا هذا اللي معنا هو 32 جيجا. بياخد مايكرو اس دي كارد لحديت 64 جيجا، فعندكم سبيس مقبول بالجهاز. طبعا بتيجي كاميرته 13 ميجا بكسل، بتصور ب 1080 بي. كاميرته الادمانيه هي 5 ميجا بكسل. طبعا بيجي كمان بلوتوث 4.0، واي فاي، جي بي اس، اف ام راديو، هالشغلات كلها. تيجي بطاريته 3500 ملي امبير، ما بتتغير ما بتنشال. طبعا بيجي منه ثلاث الوان، بيجي منه الرمادي، تايتانيوم سيلفر، والجولد هذا اللي معنا اياه. هات نضوي الجهاز. مثل ما نكون شايفين في بقلبه اب دراور، فيكم تحطوا الابلكيشنز جوا، ما ضروري ينزلوا برا على الشاشه كلهم. مثل ما خبرتكم 6.8 انش، مثل ما كنتم شايفين البرايتنس والريزوليوشن تاعها كثير حلو، كثير مهم لجهاز بهالحجم ك 6.8 انش جهاز جوال فابلت. الفابلت خليني اخبركم للمشان اللي ما بيعرف، الفابلت هو بيجي بين فون وتابلت، عشان هيك سموه فابلت. مثل ما انكم شايفين شوفوا الالوان ما احلاها، عم نقلكم بين الصور، ما شاء الله شاشه حلوه كثير على فكره. هلا من ناحيه لما تكون تلعبوا جيمز كمان حلو من ناحيه الحجم، لانه حجمه كثير كبير الجهاز، بس المشكله هو انه بيجي 2 جيجا رام و615 البروسيسور تاعه، فشوي بتلاقوا فيه لاج وما لاج، مش لاج اكثر ما هي شادوينج كما بيقولوا، يعني بتشوفوا الجيم عم تطلع هيك شوي فلو. بس بنفس الوقت كتير مفيد من ناحية انه اذا واحد بيحب يحمل اجهزة كبيرة بنفس الوقت يقدر يعمل براوزنج للانترنت، مثلا الانترنت عليه شغله رائع. انا عم فرجيكم بعدني، سوري انا عم بحكي، عم فرجيكم الالوان ما شاء الله تعيت الجهاز، مع انه البكسل بير انش تاعه 324، بس برضه عم بيعطينا ريزوليوشن كثير حلو. طيب في عنا بعض الاوبشنز وخاصة الشورت كاتس، يلي لانه هذا الجهاز تعرفه كبير، بس تحطوا حرف السي
بيجيكم الون هاندد مود يلي هو مشان في ناس اذا انتم عم بتسوقوا بدكم تصيروا توصلوا لكل شيء كونه كتير كبير الجهاز ما فيكم بايد وحده تقدروا تعملوها، حطوا حرف السي بصير فيكم توصلوا لكل شيء بايد وحده، حطوا سي مره ثانيه بيرجع بيكبر. طبعا في عندكم انه مثلا الويك اب سكرين انه دبل تاب بيعمل انلوك مشان ما تضلكم تحطوا اصبعكم على الزر. نيجي لكاميرته، هلا كاميرته يعني منا كتير واو، انا بحسب ما شفت في اشياء بتعطيكم شوي الكونتراست عالي فيها، بتعطيكم شوي دارك سبوتس بمناطق معينه، بس برجع بقول لكم هذا الجهاز مش لانه الواحد يقعد يقنيه ككاميرا ويقعد يصور فيه، عاد ما هو يستعمله للبراوزنج للشغل اليومي ليشيك الايميلات تعيد الشغل فيسبوك يعمل شات على الواتساب، يعني اكثر ما يكون عم يستعمله لتصوير بروفيشنال، بس بنفس الوقت كتير حلو طريقه التصوير فيه، بيعمل فوكس سريع، فيكم تفوتوا على مودز معينه مثل ما انكم شايفين هون بانوراما اتش دي ار مود نايت مود مشان بالليل، بالليل التصوير تاعه شوي عم بيطلع في نويز بيكسلايزيشن. اول ان اول برا اذا صورتوا فيه كتير حلو تصويره كفول اتش دي، بركي انا بعمل لكم تجارب له بهاليومين وبعمل لهم ابلود لتشوفوا الفيديو التصوير تاعه، الفيديو البلد تاعه كتير حلو على فكره، حسيته طبعا بيشبه كلنا بنعرف شو الايفون بهالبر ابدا يعني، حتى من تحت هدول البرغيان اللي محطوطين حول ال المايكرو يو اس بي سلوت مشان التشريج ونقل الداتا. خليني افرجيكم البراوزنج تاعه مثل ما كنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، بس ما تتخيلوا قديش البراوزنج تاعه حلو. مثل ما كنتم شايفين فتنا على الفيسبوك بيج تاعيتي ما شاء الله، يعني اخدي فول بيج. هذا الحلو فيه انكم تقعدوا بتقدروا تشوفوا عن جد من دون ما تزغلوا نظركم او سوري تضايقوا نظركم بالتليفونات الصغيره، هذا الحلو فيه انه شاشته كبيره. خلينا هلا نحكي عن حسناته وسيئاته للجهاز بشكل عام. شاشه كتير كبيره، بلد كتير حلو، سريع بالنسبه ل 2 جيجا رام ما بيعلق كتير الجهاز، الوان وريزوليوشن الشاشه مش بطاله، سعه داخليه كبيره 32 جيجا فيكم تزيدوه ل 64 جيجا مايكرو اس دي كارد. اللي ما حبيته فيه سبيكر عاملينه من جهه فوق، كان فيهم يعملوه ستيريو فوق وتحت او يعملوه من جهه قدام. تصوير الكاميرا تاعه مش كتير قوي، فيهم كانوا يحسنوا بالكاميرا اكثر. عدم تغيير البطاريه، ليش ما فينا نغير البطارية بحال لا سمح الله انتزعت او صار لشي فيكست الباتري، بس باقي ما تبقى هدول هني بس اللي عندي اياهم عن الجهاز والباقي كله it's a very very nice phone. بالنسبة لسعره يا شباب اظن بحدود 1300 ريال او 1400 ريال لهيك جهاز، انا برأيي اكتر من خارق. تعرفوني بحب الاجهزة الكبيرة وهذا كان بمثابة حلم عندي، ان شاء الله بكره بيعملوا اجهزه نفس الحجم مواصفات اعلى بكتير، كاميرا اعلى، سعه داخليه اكبر وكذلك. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك، واللي ما عمل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، وبليز اعملوا شير. بشوفكم مره تانية بحلقه جديده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.